كيف يطرد الإنسان وسواس الشيطان وهو في الصلاة؟ يطرد ذلك بأمور، منها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي هو واقف بين يديه، ومنها الإنصات بكلام الله عز وجل إذا كان يقرأه أو يسمعه من الإمام، يعني ينصت قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، هذا مما يسبب طرد الشيطان. وكذلك عدم الاسترسال مع الوسواس، يعني يقطعه الإنسان ويقبل على صلاته ولا يسترسل مع الوساوس. جزاكم الله خيرا.